أول أخبارنا مشاهدينا الكرام بعد تجديد التحية عليكم مرة أخرى. الخبر عندنا بيقول محلب يشهد حفل تدشين أول زي سيارة جيب جراند شيروكي 2014. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال إن زيارته للهيئة العربية للتصنيع كلها أمل في أن تظهر إمكانيات الصناعة المصرية، ومنها سيارة الجيب شيروكي التي تتمتع ب 47% من المكون المصري، لافتا إلى أنهم يستهدفون زيادة قيمة المنتج المحلي سنويا. أما فيما يخص وصول الدعم لمستحقيه فقال إن الأغنياء عليهم أن يدفعوا ثمن الخدمة التي يحصلون عليها، لافتا إلى أن الأكثر غنى هو الذي يذهب إليه الدعم. وما ترفض الحكومة وهو ده اللي ترفضه الحكومة، حيث تضع في اعتبارها وصول الدعم لمستحقيه، وبالطبع هي الشرائح المتدنية أو الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع. معنا على التليفون دلوقتي أستاذ منصور كامل. طيب نحاول اتصالة أخرى بأستاذ منصور كامل لحين الخط ما يجمع معنا مشاهدينا الكرام. يعني عملية تدشين أول سيارة جيب شيروكي لسنة 2014 دي طبعا خطوة كويسة جدا، نتمنى ان احنا نستمر في هذا المنوال من التصنيع.